أسألكم بالله كل ما يشوف الفيديو إنه ينشره، لا تخلونه يوقف عندكم، خلوه يوصل للملك سلمان. هي 3 سنوات، 3 سنوات في معاناة وفي تعب وفي روحة وفي جاية وفي سفر. أحد يقدر يخلي أمه تروح للحمام تحبي على رجولها؟ ما قدرت، تحملت الديون، عليه حكم من المحكمة، عليه ديون، ما خليت مكان، ما خليت سفر، ما خليت روحة، ما خليت رجعة، ما خليت الديوان الملكي، ما خليت أي مكان. خلاص الحين أعطيني مهلة إلين يوم 15، بعد يومين أو 3 أيام وبيسجنني. إذا كان ما في حل إلا السجن، أنا موافقة بالسجن، بس عندي طفلة، عندي بنت صغيرة يسجنونها معي، هذا طلبي. الله يخليكم، الله يخليكم، كل من يشوف الفيديو اللي ينشره الله يسعدكم، الله يخليكم، الله يخليكم، وصلوا صوتي للملك سلمان. إذا كان ما في حل إلا السجن، أبا سجن، بس بنتي معي، بنتي معي، الله يخليكم.